سموا الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى على النبي تكسب، صلاة الحبيب النبي كلتها مكسب. النهاردة الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم. النهاردة 13/8، عشان الناس اللي بترن على العروض القديمة الحمد لله تم فيها البيع، ما عادش الا الخمس بقرات اللي قدامكم دول. ربنا يبارك لصاحب النصيب. معايا اول العرض ابو وش كله رزق، ده اهو، ده اللي بيقول لك اشتريني وانا هجيب لك الرزق ان شاء الله. وش الخير ده، صلاة الحبيب النبي عليك، من بوليار يد على الشطاي. معايا البراون تاني ولد ست سناء، ومعايا خالته الهرشتاي، ومعانا برضو خالته الهرشتاي ابو صحة سليمة، ومعانا بنت الاستراء اللي الجن فيها يسوى بقرة. ربنا يبارك لصاحب النصيب. هوريكم خلافهم واحدة واحدة كده اهو. اول واحدة ده ايه لبنها 26 كيلو لبن، معاها الذكر، الذكر ده والصورة بتاعته لسه، هي كل حاجة اللي هتتكلم عن نفسها النهاردة. أنا ولا هقول ياما ولا هحكي ياما. والعجلة البراون ده تاني ولد ست سناء، اللي ما يطلعش لأهله يبقى ابن حرام برضه كسرتها فيه. لبن الجاموس ست سناء تاني ولد. والبهايم ده هي، أنا أول نوبة أقول كده، البهايم ده اهي بقرتين دمها. معايا بهايم جايه من السوق، ومعايا بهايم من البيت بوجبه واحده. البقر ده اللي يصدق واللي يصدق، ما يصدقش ما يصدقش، دي بوجبه واحده. والبراون دي بوجبه واحده، البراون دي مع النتال اللي شكلها. اللبق 22 كيلو، عشان براون تقيل زي الجاموس، مع النتال تنويل. معايا خليط الهولشتاين ده اهي، ام الدقه حد كره فرحه ناضيه، ده هي ام الدقه. اللبق 25 كيلو لبن، وحتكد النعمة وحتكد النعمة، 25 كيلو وحلب عندي. وده اهي، ده اهي متحضرة وجبتين، كانت في سوق الجمعة النهاردة سوق طوب. وده اهي برضك متحضرة وجبتين، كانت في سوق طوب. دمت الاتنين اللي معايا اللي بوجبتين، اللي بوجبتين هقول لك عليهم بوجبتين. وده اهي معاه النتا ده، نتاية وجايبة نتاية، بقرة وجايبة بقرة. صلاة الحبيب النبي سيبها. الأم تالت ولد، الصحة مفيش بعد كده صحة في الدولة، بتاكل أسفلت يا عم الحاج دي. معايا بنت الاستراد اللي جايب بطن أمها من بره، هسلم فيه 26 كيلو لبن، بلاش 30 كيلو لبن عشان درجة الحرارة 43، احنا في الصيف في شهر 8 فأعز درجات الحرارة. دي بنت استراء معاه الذكر ده، والبز فيها يسوى بقرة، عند اللي بيفهم البز فيها يسوى بقرة. ربنا يبارك لصاحب النصيب. فتح لهم بقى عم دي كده واحدة واحدة، وصلى على الحبيب النبي في قلبك. عايزك تاخد بالك من عجلة البقر دي، وتصلى على الحبيب النبي في قلبك. اللي عنده رحمة يصلى على الحبيب النبي، لان مش كل اللي يشتريه يفهم فيه. خش على المونبوليار دي 26 كيلو لبق، قوله الضر من قدام قد بقرة. ربنا يبارك لصاحب النصيب. اللي بعده يا حاج يلا، دي مواصفات، مواصفات للزمن. والبراون اهو، البراوي ابو لبن عامل زي الجاموس. قلت معايا ثلاث بقرات بوجبه واحده، وبقرتين بس متحضرين. دي اهي تاني ولد، واهو واللبن 24 كيلو، اسلم 22 كيلو لبن بس. جاموس جاموس، البنت 5 بنت. يا
بس يا ابوي. ايه تقول له 8 بونت مش 5 بونت؟ دي 8 بونت اعلى من الجنوب. مش هنبالغوا في الكلام يا عم ضياء. الناس واخده على كلامنا واضح. مش هنقوله زي الجاموس. مفيش حاجه بتعادل الجاموس ودينا كلنا عارفين. مش هنغلطوا بعضنا. دي براوي. المطلوب ده. تاني ويل. على اللي بيخرم الجردل دي بقى. ربنا يبارك لصاحب النصيب. خش عليا هنا كده. عجله بنت استراد من اللي مفيش كده خالص. خش عليا اللي بيخرم الجردل ده. بتاعت اللبق. اما الحظ لو بينباء صلاة الحبيب النبي عليك. والله والله تلات ايمان بالله 13 كيلو على الميزانة في الوجه، وهبيع لك على 25 كيلو بس، وحلبة ببيت. بس يا عم ديان دي ام الدكر، هسلمك 25 كيلو لب دكر البراون بتاعها، وعاوزك تعرف بص اما تنجي دي المواصفات بتاعت اللب والبز المكعب ده بتاعت اللب. يبقى احنا كده معانا تلات مفاجآت. أول واحدة المنبولياء أم وش سمع معاها الدكر، تاني واحدة البراوي ست سنات، تاني ويلد معاها انتهى براون شكله، خالته الهولشتاين معاها دكر 25 كيلو لبن، تالت ويلد معاها أبو صحة سليم بتاعت أبو ياسين الدولي. صلى على الحبيب النبي، قولوا اللي عاوز بام تاكل أسفلت عندنا. صحة سليمة وخراطيم مية مش خراطيم لبان. اللي بعده يا حاج. بس صلاة الحبيب النبي. بس يا عم ديار دي تالت ويلد، هسلم فيها 21 كيلو لبن، 21 كيلو لبن بقرة، ومعاه بقرة البقرة بتاعتها. صلى على الحبيب النبي، بوش عامل زي الدب دي. تعال تعال اقول له يا جلاب الطيب واحد بس اضرب. بس يا حاج توكل على الله. صلى على الحبيب النبي كده. اول واحدة عشان ما نطولوش عليكو، السعر بعد الصلاة على النبي مع الدكر اصحاب النبي عليه 34,500 مع الدكر. تاني واحدة بالالوان الطبيعية مع النتاي ب32,500، ربنا يبارك لصاحب النصيب. وقلنا ده اهي 26 كيلو لبن ب34,500، وده اهي 21 كيلو لبن معاه نتاي، نتاي ده ب32,500. ومعايا حي على الفلاح ام الدكر، ام الدكر وام جن واحد دي، ديت بره بجن واحد اهو لاجل الامانه برضه عشان تشوف بوز وطيق. بس الجن التاني بتاعها يسوى بره برضه. السعر 29,500 ام الدكر، اللبن 25 كيلو، ربنا يبارك لصاحب النصيب. معاه البراوي اللي مفيش حد هيحج فيه الا البشوات اهو، ربنا يبارك لصاحب النصيب. ده عجله تاني ولد اعلى من العجله اللي استراد اللي امها جايه من بره. العجله دي اعلى من امها اللي كانت جايه من بره. دي براوي الخشنه بفلوس، كل حاجه فيها حلوه، ربنا يبارك لصاحب النصيب. العجله دي ب 35,000 مع النتاي، واللي هيجيب بالاسعار عجل زي ده اهي انا هقول له انت معلمك مش انا اللي معلمك اهو. براوي ست سنات تاني ويلد، السعر 35,000 بس، بس مش هنقوله 38,000 اهي. الوش بيقول صباح الخير يا مصر، معايا ابو وش سمع لوشه يجيب الرزق في الدار اهي. صلى على الحبيب كده.
دي 26 كيلو لبن، السعر 36,000. ربنا يبارك لصاحب النصيب. رقم التليفون 010-90-60-97-17. رقم التليفون التاني 010-9-42-41-47-1. وربنا يبارك لصاحب النصيب. معايا 5 بقرات احسن من بعضهم باذن الله اهو، واللي يصلي على النبي يكسب. جمعة مباركة علينا وعليكم.